أكد مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكيناني في تصريح خص به زاغروس الفضائية أن البصرة استكملت أغلب المستلزمات التي من شأنها إنجاح بطولة خليج 25، معربا عن ثقته بإسناد البطولة إلى محافظة البصرة خلال اجتماع اللجان التنفيذية في الاتحاد الخليجي الذي سيعقد يوم غد لتقرير اسم المدينة التي تستضيف البطولة. في الحقيقة بالنسبة لاستعداداتنا نحن كمحافظة البصرة وكمديرية الشباب ورياضة البصرة تقريبا استكملنا أغلب الأمور وأغلب المستلزمات التي من شأنها إنجاح بطولة خليجي 25 إن شاء الله. وبعد زيارة الوفد الخليجي الأخيرة سيكون هناك اجتماع للجنة التنفيذية في الاتحاد الخليجي يوم الأربعاء إن شاء الله بعد يومين، وسيقررون إن شاء الله، ونحن واثقون جدا بأن البصرة ستستضيف هذه البطولة وهذا المحفل. لكن هناك بعض المقترحات المقدمة من الأخوة الخليجيين ستؤخذ بنظر الاعتبار، وسيتم البت في الأمر إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. وبكل الأحوال وبكل النتائج إن شاء الله نحن ماضون في استعداداتنا، يعني ملعب الميناء الأولمبي إن شاء الله سيكتمل قبل انطلاق البطولة، وكذلك الطريق الرابط بين مطار البصرة وملعب المدينة الرياضية أيضا إن شاء الله في طور الاكتمال. ولدينا الفندق 5 نجوم فندق الميلينيوم سيفتتح إن شاء الله في منتصف الشهر القادم، وكذلك هناك فندق آخر وهو فندق موفنبيك إن شاء الله باشر الأخوة المختصون بالتأثيث، وكذلك ملاعب المدينة الرياضية وفنادقها أيضا في طور التأثيث وستكتمل إن شاء الله خلال شهر ونصف من العام. بالنسبة للاستعدادات الأخرى من قبل السيد محافظ البصرة، الطرق الحولية المؤدية إلى المدينة الرياضية دخلت إن شاء الله ضمن هذه الخطط، وكذلك مقتربات بوابات المدينة الرياضية أيضا أجريت لها بعض التعديلات، وكذلك النخيل المحيط في المدينة الرياضية أوعز السيد المحافظ بتبديل فسائل النخيل التالفة باستبدالها بفسائل جديدة. نحن كمديرية الشباب ورياضة البصرة بقواعدنا الواسعة جدا بتشكيل مركز إعلامي خاص بدعم بطولة خليجي 25 لإظهار البصرة ولتسليط الضوء على المناطق السياحية ومعالم البصرة أيضا، وكذلك استعداداتنا لهذه البطولة ولنعكس حقيقة هذا الوجه الحضاري لمدينة البصرة لما تمتلكه من إرث حضاري ورياضي وجماهيري.